فاروق وكان أذكى من اللي حواليه، لأن أنا رأيي ركوبه على موجة حرب فلسطين كان يمكن أن يؤدي لإنقاذ النظام، لكن فشل الحرب لأسباب كثيرة وانتهاء بقيام دولة إسرائيل خلى الموضوع ما نجحش. جاء إسماعيل حسين سري لرئاسة الوزارة، ثم تم تشكيل وزارة محايدة لإجراء انتخابات اللي هي أجريت في ديسمبر سنة 1949، وكانت الإعادة في هذه الانتخابات يوم 8 يناير 1950، وفاز حزب الوفد بأكثر من 80% من كراسي مجلس النواب آنذاك، وشكل مصطفى النحاس وزارته الأخيرة التي أقيلت يوم 27 يناير 1952 إثر حريق القاهرة. حريق القاهرة نفسه دليل أحد أدلة تداعي النظام وانهياره، وأنه ما بقاش قادر حتى مش يحمي، وما فيش يعني الفكرة إيه؟ الفكرة إن النظام فيه تأمين نفسي قبل أن يكون فيه تأمين مادي. يعني كيف إن النظام في قناعة في عند الناس بيه وبشرعيته بحيث ما يعملولوش حاجة زي حريق القاهرة دي قبل ما يبقى فيه أمن يمنع الناس تحرق؟ فاللي بيحمي الأنظمة الأول قناعة الناس بأن هذا النظام موجود وإنه لهم مصلحة فيه ما تزال باقية. أما الناس بقى تهمل شأن النظام وبتاع، يبتدي اللي عنده رغبة في إنه يعمل حاجات زي كده يتجرأ ويعملها. أقيلت وزارة الوفد يوم 27 يناير 52، وبين يوم 27 يناير 52 و 22 يوليو 52 حكمت مصر 4 وزارات كان متوسط حياتها أقل من شهر لكل وزارة، وقامت أو شهر ونص، وعندما قامت حركة الضباط الأحرار يوم 23 يوليو. في صباح يوم 23 يوليو عام 1952 أذاع البكباشي محمد أنور السادات أول بيان لحركة الجيش، وتوجه زعماء الأحزاب السياسية القائمة لمقر القيادة في الإسكندرية، وهم أحمد لطفي السيد وإبراهيم عبد الهادي ومحمود محمد محمود ومكرم عبيد ليقدموا التهنئة بقيام حركة الجيش، ولم يكن يدركوا ماذا ستخبئ لهم الثورة. قامت الثورة بتاع 23 يوليو سنة 52، ومصطفى النحاس في الوقت ده هو وفؤاد سراج الدين كانوا خارج البلاد، ولما عرفوا ان فيه الثورة قامت هنا في مصر رجعوا على امل ان بعد ابعاد الملك ستعود الحياة السياسية الحقيقية، والوفد باعتباره هو حزب الأغلبية وحزب الأمة زي ما بيقولوا، يعني لازم هو اللي يكون له دور في الناحية السياسية. مع الأسف بعد ما حصلت مقابلات بين مصطفى النحاس وبين مش فاكر أمير محمد نجيب أو جمال عبد الناصر، ما مش متذكر بالظبط، إنما يعني المسألة بتاعت يعني إعادة الجيش إلى سكناته ورجوع الحياة السياسية مرة أخرى ديت يعني أجلت شوية. فضلت الحالة دي حوالي سنة تقريبا، وبعدين الثورة رأت في الفترة ديت حل الأحزاب نهائي. جاءت ثورة 23 يوليو وأصدرت في 18 يناير عام 1953 مرسوم قانون بحل الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها، ولم يشمل القرار جماعة الإخوان المسلمين باعتبار أنها ليست حزب سياسي، ولأن بعض كبار الضباط الأحرار كانت لهم علاقات قوية بالإخوان قبل بداية الثورة، إلى أن انتهى شهر العسل بين الإخوان والثورة في عام 54. فكيف كان يتم تداول السلطة في مصر في ظل غياب الأحزاب؟ الإجابة على هذه التساؤلات تابعونا في الحلقة القادمة إن شاء الله.